نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا بنبدأ أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاجتماع تابع فيه جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، وطلع سيادته على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع. يمكن امبارح كمان يا جمانة كان في اجتماع غاية في الأهمية لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. عقد الاجتماع ده في مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكد دولة رئيس الوزراء على أهمية هذه المبادرة في إحداث نقلة حضارية لأكثر من 60 مليون مواطن من أهالينا سكان القرى. خلونا نعرف تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، واطلع سيادته في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع. كمان اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية اللي بيتم تقديمها في إطار مبادرات الصحة العامة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المبادرة في إحداث نقلة حضارية لنحو 60 مليون مواطن من أهالي سكان القرى المصرية، وكذلك المتابعة الدورية اللي بتوليها الحكومة لموقف تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة بما يسهم في توفير المشروعات الخدمية لسكان هذه القرى. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وأكد مدبولي أن هناك تعاون كبير مع إيطاليا في جميع المجالات خاصة القطاع الزراعي، مشيداً بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية وما تم التوافق عليه خلال زيارته لروما مؤخراً حول ضرورة المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي من الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام عمل كافة الخدمات اللي بتلبي متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية بشكل طبيعي على مدار اليوم دون إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها. امبارح وصلت لجنة إدارة الأزمات اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وأيضاً تنفيذ الإجراءات اللي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأنه تم إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وتمت الإشارة خلاله إلى تشكيل مجموعات مرور ومتابعة ميدانية من أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء لهذا الغرض. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة المنيا مشروع للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم، قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة، وده بدور حرس الحدود ونادي طلائع الأسطول للقوات البحرية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية. طيب خلونا نروح دلوقتي لجولة المحافظات ونبدأ بمحافظات الصعيد تحديدا، والبداية من محافظة بني سويف اللي تم فيها افتتاح مشروع إعادة تطوير 131 منزل، ده في ثلاث قرى بالمحافظات. أما في محافظة أسيوط فتم إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم بطاقة 105 سرير تحديدا، وهنا بنتكلم على بقى تنمية الصعيد فعلا، تنمية حقيقية ومستمرة، مش فكرة افتتاحات بنشوفها وخلاص، لا في متابعة وفي أبديت بيحصل
بتحصل في كل محافظات الصعيد يا جمال. دي حاجة الحقيقة يمكن احنا يعني بقالنا فترة بنتابع فيها مع حضراتكم، يمكن من أهم النقاط الإيجابية اللي يعني بقينا بنتابعها كل يوم حضراتكم في صباح الخير يا مصر. خلينا نروح من أسيوط لكفر الشيخ، وتم تنظيم المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضحية بمصيف بلطيم في شمال سيناء، تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بني سويف تم افتتاح مشروع إعادة تطوير 131 منزل في 3 قرى بمركزي ناصر والوسطى تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجاً. في أسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذج الجديد اللي بيجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 سرير ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. في البحيرة أعلنت مديرية الصحة أن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمتها الطبية المجانية ل 322,862 مواطن منذ بدء الحملة، وده من خلال 235 وحدة رعاية أساسية بجانب تقديم خدمات 5 مبادرات رئاسية هي دعم صحة المرأة المصرية وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وكشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال والعناية بصحة الأم والجنين. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أن المنشآت التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت 947,059 مواطن خلال شهر يوليو اللي فات في وحدات ومراكز طب الأسرة، وتضمنت الخدمات الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان. في قنا أعلنت المحافظة عن تنظيم ملتقى توظيفي بهدف توفير فرص عمل للشباب خلال الفترة من 5 ل 6 أغسطس الجاري بمقر الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، وعلى هامش فعاليات الملتقى سوف يتم تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان طور وغير للتدريب من أجل التوظيف، وده في إطار مبادرة توظيف مصر. في كفر الشيخ شهد مصيف بلطيم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضحية للمصطفين اللي بتنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع مدينة مصيف بلطيم دعماً للأنشطة الرياضية بالمصيف وتنشيط السياحة الداخلية في المدينة. في شمال سيناء أعلنت المحافظة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 100% من المتقدمين للامتحانات اللي وصل عددهم ل 1417 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.